ومن 3000 شخص من مختلف الشرائح في ديالى يحضرون مهرجان مرشحة حزب السيادة رشيدة دايديغ. هذا المؤتمر الذي حضره الشيخ خميس الخنجر الأمين العام لحزب السيادة استقبال وترحيب بالخنجر، وذلك للمواقف المستمرة لدعم الشرائح الفقيرة والمهمشة في المحافظة. وفي حفظ الأمانة التي وضعت على كواهلنا للدفاع عن الشعب وعن حقوق الناس وعن حقوق الشعب، وما يميزنا وما نفخر به أننا لسنا مشروعا سياسيا يشابه المشاريع الأخرى التي جاءت من أجل المناصب والمغانم. وتبين أعداد الوافدين للمهرجان أن الجماهير تلتف حول مرشحي حزب السيادة، ويعتبر الأكثر عددا بين المهرجانات التي نظمت في بعقوبة خلال الفترة الأخيرة، فيما تضع قيادات الحزب الثقة في المرشحة رشيدة الدايني لعدة ملفات بانتظارها داخل قبة مجلس المحافظة، وعلى رأسها الواقع الخدمي وحقوق المرأة. وسوف نكون لهم داعمين من مجلس النواب، لأن المحافظة بقيت منذ أكثر من 4-5 سنوات من دون مجلس محافظة، وأكيد كانت هناك صلاحيات قوية للمحافظ. نحن اليوم بصدد أن يتم توازن في أعضاء مجلس المحافظة، وأن يكون لهم دور سياسي ولاعب في المرحلة المقبلة فيما يخص إيقاف الاستثمارات الغير صحيحة، فيما يخص توزيع الأراضي، فيما يخص قوانين الخاصة بالمرأة. اليوم أقمنا المؤتمر الانتخابي بحضور الشيخ خميس الخنجر، وإحنا دعينا جمهورنا لهذا المؤتمر الانتخابي، وإن شاء الله مساندين لهم وهم مساندين ترشيحي، سواء فزنا أو ما فزنا إحنا نبقى متواصلين ويا جماهيرنا. ويعتبر هذا المهرجان واحدا من عدة مهرجانات لحزب السيادة ينظم للتواصل مع الجماهير لعرض البرنامج الانتخابي على أن تطبق جميعها على أرض الواقع، كما حصل في الدورة البرلمانية الحالية عندما قرر الأهالي اختيار أعضاء ممثلين لهم لنقل همومهم. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة.